القدر ولا نعطيك عقلية في البيع وشراء صاحبي، أنا نحلف وتكذب. ورانا ندوروا، هذه هي العقلية هكا في السوق صاحبي. سلام صاحبي حميد لاباس. هاي تلفت له صاحبي شكون مين جبنا السلعة شكون هو يدعم فينا، نقول لك حاجة ما يحبوناش كي نخدموا صدقني. والله غير نقول لك والله ما يبارطاجينك. إلا رو ماركيت حاجة شتو لا تحومتنا كاع مشيانين. صدقني عبد القادر ما أنا حابسين إن شاء الله. بونجور. مساء الخير أختي وشاكي لاباس. صباح الحمد لله. ساكوت كومبيان لوبرجين؟ لوبرجين هنا راكي في باب الرحبة أختي. نو نو لوبرجين ليغوم. باب الرحبة قديمة هذي. اسكت اسكت ما تعرفش لي فيرجي اختي هذيك خليتي الور ديري رونبا وروحي اكوش اي غير تم ديجا مالا تو ديزي نيمبورت كوا ود ما فهمتش كاع كيف راك معايا شريك على بالك واش بك عبد القادر راك مليح من راسك الميزان شكون جابو شريتو لا لا كريتو خلصتو انا قلت حشيك شمن نبيع وكذا نافيغي وحشيا كذا منا يا نعطي له باي تاعو هذا ما كان بلحيتو بخر له عبد القادر قال له نجيب لك قهوه صاحبي تقعد راسك نجيب لك كذا على بالي راني جاي عبد القادر راني جاي حلاوات 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 يا السلعه او على سلامتك اختي مرحبا بك ما هضرتش معاك انت ما تهضرش معايا خويا عبد القادر راك مليح لاباس الحمد لله يا ربي وزلي 2 كيلو بطاطا 2 كيلو طماطيش راح نقضي في سوبيرات نولي انت بطاطا تاقوليان ولا تعشتي كيما حبيت خويا تعيش ماشي مشكل يعطيك صحه روحي انا نطلعها لك يعطيك صحه خويا تعيش بسلامة اسمع اسمع مابقاش دير في السينما هنايا رانا مقابلين باطيمات هنايا الحرمه ايه شتك ترخيت روحك انا شتا صباح هكذا يا كي جات بعت لها نورمال ما قريت خرج قد بيا بصح بعت لها نورمال ايه خدمه هنا يا صاحبي وعلى بالك خوت من هذا يا خوت من خوت طرانجة اسمع دخلت تاريكو قربت قلت واش نجيبو الكراريس وكاع موسكا 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 حلاوات هو موسكا هذه تشرق صاحبي خليك متشرق الموسكا وكاع ال 50 الف اللي عطيتها لك ما خلصتش سيد عبد القادر نجيب لك قهوه صاحبي حلوه ندير ثلاثه سكر شحال دير ربعه خمسه راني جاي عبد القادر راني جاي جاي يا صاحبي اصبر تشوف قال لي واحد صاحبي شوف ندعموك ان شاء الله السلام عليكم صاحب بابا باباك واش هذا دقه شحال شلاضه شحال ماشي عايد ولا دونك نهار كامل ورايح جاي هذا السلام عليكم يا ولادي مساء الخير ميمتي واش راكي مرحبا بك حمر وجهك شوف لي هذه الدجاجه شيتها من عندك البوشي اللي في الدار وحسيتو كلي تغني في الميزان شتي كيف يا ميمتي هكذا ما يقدروا لا كبير لا صغير يديروها هكا ما يحشموش شمايه شوف 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 با 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 هذه راهي قازر قاف هاجو شفت يا وليدي شفت الوقت اللي حقنا عليه يعطي لك مال ماشي فمان شتي كيف يدغلو صحيت وليدي وراي في سقاط هذيا غير روحي رديها رديها ميمتي روحي ادعينا بدعوة الخير ادعينا شخصي كيف فقت لها بلي مال ولا فهمه والله واحد ما يبيع اليوم ما بعناش ما كاش اللي يبيع اليوم 20000 20000 سخونة يا والبطاطا 10000 12000 حاج بطاطا 12000 10000 ولا 12000 هو 12000 تاع الامبورطاسيون هذه شابو يا كاتبها 10000 تما واش ندير شحال هذيك الحاجه تتفوتش على هذه تتفوتش على البطاطا امبورطاسيون ولا تصباط هذه هي بلا قماش ولا والو سراقين هذه سرقه هذه او الباناشي يو والله غير دوك كنت نهضر عليك يا باناشي هو لي زوم هذا ما كاش كيف قال راطيوا اسمع انت هضر مع السيد تقدر نروحوا بن صالح ياك صيبوه ثم ايه ندخلوها زنايق وكذا روح صاحبي بي فيه كذا نقضي مع صالحه ونجي من بعد نشد عليك تروح تقيل ومن بعد انا نجي انت تروح تعشى شكون يشاد وشكون يتعشى وشكون باناشي ما فهمتكش على بالك يا ودي دوك كي نجي تفهم امشي شويه يا الحاج بزاف شتانا تاع الناس ما هدرتش معاك انت خليه روح خلي هذا امر هذا موسوس خليه تاع الناس تاع الناس ما تخدمش خليه روح خليه ما تهزرش فيه خليه روح خليه سراقين هذه سرقه هذه صدقني يا عبد القادر غير كنت احنا نضربوه شو اللي عاود مايكل جاكسون ما يعاودوش عبد القادر نقول لك على ما بعناش خاطش السوق يحب العياط طبيح الموف مورا الشك ذاك عيط ما بالج انا حلاوات حلاوات يا لينا يا واش نعطيك حاجه هكذا يذبح هو يا وكيفه يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا واش بيك عبد القادر ميغريسيو فينا خويا او عبد القادر شو صاحبي شو شوف فيسبا الله يبارك راك تشوف باشي ما ناش حابسين ربي يرزق الحمد لله حبس حبس الباشي ديالي كيف كيف رانا شركه ونقول لك الحمد لله يا ربي واحد ما يسالنا فراك الحمد لله يا ربي او ديل بيرو ما كاينش الهضره اليوم كيف تقول له واحد ما يسالنا فراك 500 الف تاعك دوك تجي دوك 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 انا نهضر معاك شو قوالبك تاع الشهرين اللي فاتوا ما كنتش فيا جبريل دوك كنا دراهم يا ودي ديل بيرو طيح بيهم قلنا يلا 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 يا خلاص ديل بيرو نجيبهم شوف 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 دوك مشي شويه دوك لا ما تقلب والو حبس نقلب لك كاع انا نجيبهم لك كلمه رجال انا في قهوه عيان هذا يا صاحبك ما تشدوش صدقني يا عبد القادر غير كنت حناطيه بإي موراطة نقول لك حاجة غير يطول بشي هبط هذا جوار تاع كوت ديفوار راح لي على بالك يا عبد القادر روح نجيب لك قهوة ونجي صاحبي خاطش أنا نقعد أنا ندير ديكا صاحبي السلام عليكم واش راكم حبايب
لاباس حميد. ربي يعاونكم. حميد شويه حميد ضربه ما ضربناها صاحبي كلاونا بعينيهم. رزاق ربي يا رجل. رزاق ربي. سبحان الله المستعان. اعطينا كيلو عنب الله يستر. اعطينو كيف حميد التوانو. كيف الساشيات تقعد تاكل؟ الساشيات حميد اعطينو رشقوا حميد كيف؟ اسمع الساشيات ما كاش على بالك. روح جيبك سنة فيا. روح نجيب اني جاي. اسمع روح نجيبك ذا الساشيات ونجي حميد ماكش مقلق. اني جاي صاحبي اني جاي. هو صاحبك يطول جيب لي ربي. وحميد هو روح روح انا مشغول شويه ربي يعاونكم. شو عطيت له 50,000 ما جابني ساشيات ما خلص مو الميزان فهمت شو يدير فيه ما هو يبني مورايا ويبني داله وكذا وحبها نقول لك حاجه هذا فخو شيء بد ما تجيش تدخل معايا شري. اسمع مولود ما تقول لي والو اليوم تعطيني درهم تاع النص تاع السلعه. واش بيك عبد القادر ما راكش مليح صاحبي انا قلت كي نبيعوا حشيه خلوا صاحبي نعطي صاحبي ونتحاسبوا. واش راكم تشوفوا فينا؟ لا لا ولا غير مليحه هذه يسمى من لحيته وبخر له اخ بلعت فيا مولود. لا لا قولها لي بلعت فيا هذه. يا ضرب عليك تلعب بيديك هكا يا صاحبي قلت لك ما تتكاش مول العصر صاحبي. اسمع عبد القادر روحوا للدار تتعشوا هكذا يوم بعد تلاقوا في سقيفه في برد الحال والله لا بوليس. اسمع الميزان الميزان ادي عند مراد عبد القادر فد الميزان. عبد القادر وقال لي تاكم فيلم هذو خويا انا مول الميزان مولود وراه ميزان سي زاوة ها كيفاه؟ اي محلو انت طلع عليا هذا مزيان سلف عليه الميزان كنت جا من عنده الباشي كيفاه؟ عبد القادر يا ودي واحد لوبيوس نقول لك لابوليس مورانا الغبار طالع في السبوع حوست عليك صاحبي واش بيك يا عبد القادر؟ طاح عليا الميزان. الميزان طاح عليك اسمع دوك عيط لي واحد صاحبي دوك بدلوا لاكتيفيتي صاحبي نبيعوا لا جافيل وصانيبو واش بيك؟ كيفاه؟